عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل يا أخي العزيز. بغيت أسألك عن حكم الاكتتاب في شركة أرامكو. نعم. يجوز يا أخي، شركة أرامكو ليست بنك فيها ربا ولا شيء، هي شركة تشتغل وتنقب وتحفر وتبيع. فالمشاركة فيها حلال، وهي من أعمدة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. يعني المشاركة فيها طيبة، وأنا أعتقد حتى المشايخ حتى النبي شارك فيها أيضا إن شاء الله تعالى.